حضرنا هذا اليوم التجمع المقام برعاية إمارة ربيعة عشيرة بني مناه والشيخ عبد العزيز أبو عثمان شيخ عشيرة بني مناه، وبحضور شيخ عام عشيرة الشهيش أحمد حمود طه، تجمع انتخابي من أجل دعمنا للترشيح في الدائرة الثانية لمحافظة نينوى. وتم خلال هذا التجمع حث أبناء العشائر والقرى التابعة لقضاءة الكيف من أجل المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة من أجل حصول التغيير المنشود، وإن شاء الله بهذا العزم من قبل العشائر وهذا الإصرار وأبناء قضاءة الكيف. هو شيء رائع جدا أن يكون لك صوت في داخل البرلمان من بين ظهرانيك، لأنه ما حك جلدك مثل ظفرك، والإنسان الذي يكون ضمن المنطقة هو أدرى بهمومها ومشاكلها واحتياجاتها، فهذا يكون الصوت الحقيقي للمنطقة. كل اجتمعنا من أجل الحشد والدعم للأستاذ